بالنسبة للراديشن هازارد نقدر نتكلم في الأول على الأيونايزر راديشنز. الأيونايزر راديشنز الحقيقة زي الإكس رايز زي الجاما رايز زي الحاجات اللي هي بالشكل ده كده بتبقى فيها طاقة عالية جدا، بتتفاعل وتعمل انتراكشن مع التيشو تايبس المختلفة بطرق مختلفة. من أهم الطرق اللي بتعمل يعني تأثيرات مهمة عندنا كراديشن هازارز هي الفوتوإلكتريك إفكت. الفوتو الكتريك افكت بيحصل فيه ان بيبقى فيه الانسيدنت جاما فوتون او الانسيدنت اكس راي فوتون بيجي بعد كده بينتراكت مع واحد من الانر شيل الكترونز الموجود عندنا داخل الذره وبيطلع منها فوتو الكترون بسرعه الحقيقه عاليه جدا. يعني بمعنى الطاقه بتاعه الانسيدنت فوتون بتساوي طاقة اللي هي البايندنج انرجي عشان نحرر الالكترون الموجود عندنا هنا دوت زائد الكاينتيك انرجي اللي موجودة، وبالتالي كاينتيك انرجي الحقيقة بتبقى عالية جدا بتاعة الالكترون اللي طالع دوت. الالكترون اللي طالع ده الحقيقة ممكن يعمل حاجات كتيرة، يعني في البداية كده احنا عملنا كده دلوقتي ايونايزيشن للذرة. فالايونايزيشن يعني كل اتوم دلوقتي بدل ما كانت في الحالة المتعادلة بتاعتها بقى دلوقتي بقى فيها جاب، بقى فيها دلوقتي تشارج. والتشارج دي الحقيقه هتاثر على الاستراكشر لو هي موجوده في مولكيول. فبيسكلي لو كان عندنا مولكيول، ومن اهم المولكيولز طبعا الموجوده عندنا في جسم الانسان هو المولكيول بتاع الووتر هو H2O، لما بيحصل فيها الكلام ده لما بيحصل الانتر اكشن دوت مع ذره الاكسجين بيبتدي يعني يطلع عندنا هنا بدل ما كان عندنا المولكيول بتاع ال H2O ستيبل بيطلع عندنا ينفصل الى جزئين، جزء منهم بيبقى اكتيف هيدروكسيل جروب، وده الحقيقه بيبقى يعني تاثيراته الحقيقه بيتفاعل مع حاجات كتيره الحقيقه، وممكن ان هو ياثر لنا على الاستراكشرز بتاعت مولكيولز ثانيه. فالحقيقه احنا كده عملنا ديسربشن للمولكيول ستراكشر. المرحله اللي بعد كده ان احنا بنتكلم على الحاجات دي كلها، طبعا يعني كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دوت ده يعني موجود داخل الجسم، وبالتالي بيبقى قريب من الجينز الموجوده عندنا داخل النواه. لما بيحصل عندنا دامج بالشكل ده كده ممكن يحصل يا اما بطريقه دايركتلي او طريقه اندايركتلي، ممكن تاثر على الهيليكس الدبل هيليكس الموجود عندنا داخل الدي ان ايه اللي موجود عندنا داخل النواه. وبالتالي بنتكلم ان احنا ممكن ناثر على الجينز الموجوده عندنا داخل النواه. ودي حاجه الحقيقه ممكن تكون خطيره جدا. التاثير ممكن يا اما يكون دايركت، يعني ممكن الالكترون طالع دوت او الحاجه اللي هي اللي طالعه دي ممكن هي تاثر لنا على طول على الدايركتلي على الدي ان اي ستراكشر نفسه البروتينز الموجوده هنا، يا اما ممكن هي تاثر على حاجات والحاجات دي تاثر على الاستراكشر بتاع الجينز. وانس ان الجينز اتغيرت، الجينز هي بيسكلي او الدي ان اي هو عباره عن خريطه عمل الخليه. لما بيحصل فيها اي دامج معنى كده الخليه دي بتتحول يا اما ممكن يحصل لها ان هي تموت، يا اما ممكن يحصل لها ان هي تتحور وممكن تبقى خليه سرطانيه، وبالتالي بتاثر لنا على الحاجه اللي هتحصل بعد كده. الفانكشن بتاعت الخليه الحقيقه ممكن تتغير عن طريق الانتراكشن ده. طبعا يعني وانس الخليه اتغيرت ممكن الاورجن نفسه يتغير، ممكن بعد الاورجن ممكن الشخص نفسه اللي هو كامل الجسم ممكن يتغير، ممكن هو يحصل له مشاكل. فبالتالي احنا بنتكلم على في أسوأ الاحتمالات مثلا ممكن يحصل ان الانتراكشن دوت ممكن يعمل خليه سرطانيه، الخليه السرطانيه دي تبتدي تبقى موجوده في اورجن معين وتسربت الفانكشن بتاعت الاورجن دوت، وبالتالي ممكن هي تؤدي في الاخر الى مشاكل في يعني للمريض وممكن تؤدي الى وفاته.